بعد غياب سنتين دبت الحياة من جديد في مدارج المسرح الصيفي بسيدي منصور بعرض لأوبرا بكين في تلاقح ثقافي وحضاري. خيرت هيئة المهرجان أن يكون ضربة البداية التي تفتح أبواب التلاقي والمصالحة مع الجماهير من جديد. هو عرض في الحقيقة مهمش كان مهرجان صفاقس الدولي، هو يهم كل مهرجانات صفاقس، وذلك علش عنوانه والتقينا في رمزية للالتقاء للعودة لكل المهرجانات. أنا شخصيا فاجأني شوية الجمهور اللي ما كانش غايب، لأنه نعرفه رمضان وكنت نتوقعه لأنه ما كانش مفتوح للتذاكر فقط بالدعوات، فالعدد لبس به الناس أقدمت على العرض هذايا. والله معناتها هما كما قالوا في الندوة الصحفية معناتها قراهم هما عندهم ثراء فني، حتى احنا عندنا ثراء فني ما نعرفش شنو يعملوا، خليها الفنانين يقولوا باش يقدموا يبينوا الثراء الثقافي متاع بلادنا. مدارج توافد عليها المتابعون وباغتنا فيها الفنانين ورجال السياسة قبل العرض. السلام عليكم سي نزار، لحظاتنا قبل العرض. ان شاء الله كل شيء على ما يرام. نعتقد أنه هذه عودة إلى المسرح الصيفي بعد سنتين، هناك مذاق آخر لهذه العودة، هناك استبشار لدى أغلب الجمهور الذي وفد يعني منذ أكثر من دقائق الحقيقة. إن شاء الله نكون نستمتعوا بهذه العودة، وإن شاء الله تكون هذه بريقة أمل في صفاقس وفي المسرح الصيفي إن شاء الله. شكري، والتقينا بعيدا عن مساحات السياسة. هلا مرحبا بك، معيشك لباس. والله انا فرحان اللي اول حاجه من المهرجان صفاقس رجع، وخاصه رجع بعد الاعمال الصيانه اللي صارت منها منذ ايام منها في المسرح، خاصه من ناحيه الامنيه ومن ناحيه السلامه بالنسبه للمواطنين. تونس بحاجه للثقافه ولا الثقافه بحاجه لتونس؟ انا اعتقد الاثنين، خاطر معناها بدون ثقافه من البلاد ما تجيبش تطور. لا فماش حرب بين مهرجان المدينه ومهرجان الدولي، هو كلهم مهرجانات صفاقس ومهرجانات تونس بصفه عامه، حتى فن الشعبي باهر، علاش لا؟ هذا الفن الشعبي نتاع الصين واحنا عندنا فن الشعبي زيدا. اوبرا بكين هي معناها فرقه مشهوره برشا في الوقت، وحقيقه معناها الفن اللي تقدموا معناها حاجة جديدة بالنسبة للمتفرجين معناها متاع جمهور مهرجان صفاقس. الكل أخذ مكانه واستعد بعد الندوة الصحفية لتنطلق اللوحات الرائعة وتطرب الحضور وتنعيشهم بعبق الثقافة وتدغدغ نسائم البحر أحلام السعادة. رقص وغناء وتمثيل كلها مشاهد اجتمعت على ركح المسرح الصيفي وشدت كل الحاضرين ولاقت اعجابهم. عرض باهي، عرض ممتاز، مش نشوفوهاش ديما العروض هذه في تونس بصفه عامه. اول مره نجي وعجبني الجو، معناها نصور مره اخرى نجي، معناها خارق العاده باهي ممتع. هذه اول مره نحضر في المسرح ويعطيهم الصحه الناس الكل، هما يعرفوا يشطحوا الكل، اما فميك حاجه برك اللغه ما تتفهمش. قعدت نغزل التيسيو سي فورميدابل، تبارك الله كل اللوحات الفنيه خارقين العاده، خاصه وقت اللي يبداو يعملوا بالسيوفه. والله لي كولور، الالوان، برشا الوان، والحركيه في على المسرح وعباو المسرح. هكذا كان الانطلاق في مهرجان صفاقس الدولي بعرض والتقينا لأوبرا بكين، عرض ينمي الفضول لدى المولعين بالمهرجانات الصيفية للخروج من الأجواء الساخنة داخل البيوت وخارجها، خاصة مع المجهود الجبار لحفظ الأمن وتأمين سير الفعاليات على أحسن وجه في الدورة 35 لمهرجان صفاقس الدولي.